كل شيء هذاك الكل. دونك نستناه بالطبيعه لي كومونتير نتاعكم واجاباتكم في اخر الحصه على باج نتاعنا باج فيسبوك اي اف ام. هو زاد عينه كبيره تبارك الله، عينه كبيره بالكدا بالكدا، جاي يعوض في خو الاحرش ولكنه التهم المكان، مش خذ التهم خذ البلايص رقد عليها سيب الشباب. شو عملي شوف شو الوضع، انا متغش ومعتصم الساق. انت متغش ومعتصم، يلا يا سيدي نتعداو للربريك اللي من بعد. انت متغش ومعتصم، متغش ومعتصم، اما حلو احلو فاز والله قسم بالله سيب الشباب. علاش متغش؟ مش علاش متغش؟ معناه انا نقول على اساس خواتي الكبار البارح يمشيوا العرض نتاع امي وانا الوحيد اللي ما يمشيش نتفرج، انا باش نبكي شويه اخرى. ماك ترقد بكري خاطر انت تقرا نورمال مرة انا منحيت لك التليفون في الليل ومنحيت لك السهر. سهسوها اللي فرد عمر انا وياها تتفرج، سهسوها بدت على بكري بدت تخدم، ما زلت انت تقرا شنو نعمل؟ باش نزلني نتفرج معاكم. وحاجه اخرى سايب الشباب اللي خاطر برشا تفرجوا في ستوري نتاع دليل مرفيت وشافوا راجع كيفاش في الكوليس قاعد يعطل فيا وقت اللي انت تسال فيا على اسئله وما خلانيش قاعد نحكي على روحي. فسايبوا الشباب هات كعبتين حلوى، ارميلي كعبتين حلوى من غادي خلي يسكت. اما جوست شويه باش تشوفوها في الكاميرا كهو فوالا هاو شو عمل شو سايب الشباب وكاني انا نقمع في الشباب وعملها وحضرها وكل شيء وجيب وتبعها باللامب ريموت بتاع الراديو. شو انتم زادة حقكم جبتوا اخوكم الصغير معاك والله، والله العظيم حقكم جبتوا، عندك الف حق، عمل له عرض وحده عندك الحق. تو نعمل لك عرض في بيت السالم بعد جوست صحي جوست نعمل لك دو تابلو تاع عمرك خاطر زدت الدراري المسرحي فما كريتيك كيفاه مش هكاك، نعمل لك دو تابلو محليهم مزينين تاع عمرك انت رضيت؟ ارضي الحمد لله وشكر لله. عندنا كابتن حلوه من بعد نمشي على شويه تهزهم كيف كل شيء يلا نمشي ونشوفوا ميديا ماك مع العرعود. ميديا ماك البداية باش تكون بالسلسلة نتاع 13 شارع غاريبالدي. البارح كانت أول حلقة، الناس تفرجوا في الحلقة على قناة التاسعة فمش كون زادا من بعد تفرج فيها على اليوتيوب. حاولت نتبع شوية التعليقات شنو قالوا العبيد شنو يحكيوا على السلسلة هذيا. الحقيقة لقيت إجماع كبير إنه فما تعليقات إيجابية نقرا لكم منهم شوية. برشا قالوا حاجة حلوة برشا مزيانة برافو ليهم على الأقل خرجنا من الحاجات المعتادة. نحكيوا مجهودهم وتعبهم أما الحلقة الأولى مملة شوية فيها شوية كليشيات بالكش الحلقات الجاية يكونوا خير. حكيوا على أداء الممثلين قالوا فما شكون اللي اقتنعوا فما شكون بالطبيعة قرر هو ماهوش مقنع ما تبقى ديما الحلقة الأولى ما تكونش باهية عموما فبالتوفيق في الحلقات القادمة. حكيوا على بلال قالوا من نوبة عرفناه اللي هو ممثل ممتاز رغم أنه مش معروف برشا. حكيوا على الأسعد بن عبد الله حكيوا على الحوارات قالوا راهي ماهيش خايبة ما ريتش فيها الراتبة المعتادة نتاع النص التونسي التصوير المزيانة. وحكيوا على القضية قالوا راهي ماهيش شيقة برشا والناس الكل بدأت تشارك على خاطرين حاولت ندخل شوية على الباج متاع السلسلة هذية لقيت انهم قاعدين يشاركوا معناها قاعدين يحطوا في التعليقات ويلوجوا شكون زعما اللي كان المجرم في الحلقة اللي فاتت. الصوت زيدا متاع محمد سياري في الاخر متاع الحلقة ذكرني برشا بنهجة تريبونال. فكانت هذية الحلقة الاولى وكانت هذية معناها شنو يحكيوا العبيد نعرفش اذا انتم تفرجتوا البارح ولا لا. لينا البارح عندي عرض ما تفرجتش اما نحب نسال كيف ما اسكو سيري هذه كيف ما كل السيري اللي قديمه تونسيه قضيه عدد كذا وكذا وشكون حط لا مش في الجو هذاك اكثر في كيما ان سي اس كيما يونيتي سبيسيال هذيك نتاع الامريكان بصراحه عمل محترم على الاخر به يتطور صحيح فما حاجات فما ساعات رزانه وكل شيء يتطور اما نتصور باش يعمل كان تونسه يستانسوا بالحكايه هذيا باش يطول برشا يطول برشا السيري هذيا لانه ظاهر معناتها ظاهر في المستقبل انه باش تكون حاجه مزيانه برشا برشا ان شاء الله. لما محلاها والتصوير نتاع الممثلين الكاليتي ديماج والتصوير بصراحه نيفو انترناسيونال. ولو نحن ما نجموش راهو معناها ما نجموش نعطيو حكم نهائي على خدمه من الحلقه الاولانيه راهو ما نجموش نتفرجوا في الثانيه والثالثه والكل من بعد باش نطعموها عرفت نطعموها ونفهموها ونجموا نقولوا عليها حتى بالشخصيات الرئيسيه اللي باش يكونوا موجودين في كل الحلقه. فوالا نجلة بن عبد الله ميدسان ليجيست حاجه مانيفيك كيفاش خرجت باك اسمه نجلة معناتها دونك تبارك الله. حتى بليل سلاتنيه ممثل ممتاز جدا عنده مستقبل كبير برشا ربي وفقهم وان شاء الله السيري هذه تنجح والباهي فيها انها ماهيش
في السبق الرمضاني عرفته باش تاخذ وقت باش تاخذ وقتها اكزاكتومون تتفرج عليها في العقل عقلك لا تبدا تزابي تجري باش تخلط على ذيك ولا حتى شيء وفما جو مع التيلي سبيكتاتور اي سي امبورطون بيه 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 يختاروا شكون حط كاب الفريجيدير عرفت كاب اللي غرفه الفريجيدير شكون قتل هذا هو اللي يكون انتم صغار ياسر ياسر حتى انا فيش كل الناس علي من بعد المواطنين للاخبار الثانيه نحكيو على بيان هبطتوا النقابه الوطنية للصحفيين تحكي فيها على مؤسسة دار الأنوار اللي اعتبرت أنها تتعرض لحملة متاع تحريض وتشهير من قبل مجموعة من نشطاء التواصل الاجتماعي المناصرين لحزب حركة النهضة على حساباتهم الخاصة وعلى عديد الصفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والدولة صفحات هذه التدوينات معناها لقيادات في حركة النهضة وصفحات زادة لمكاتب الجهوية الحركة محتويات فيها تجيش للعاملين في دار الأنوار وتوصم المؤسسة بجريدة الصفراء تتهمها بنشر أخبار مضلة وأكاذيب ونشر البهتان هذية بطبيعة بعد المقال اللي خرج وإلى التحقيق اللي خرج الأسبوع الفارق تقريبا يحكي على ثروة طائلة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي جريدة الأنوار قالت احنا رانا نملك وثائق حول ثروة الغنوشي وباش نقدموها للقضاء وعلى أساس اليوم كانت باش يهبط معنا جزء ثاني من التحقيق هذية النهضة زادة تتحرك بدورها ترفع قضية ضد جريدة الأنوار وصاحب المقال وقالت في بلاغ ليها انه ورفعت القضية على خاطر حسب البلاغ متاحة قالت راهو النهضة فما ادعاءات زور على الحركة وعلى القيادات متاحة وراهو فما حملات تحريض وتشويه ضدها رايك رأينا هما يحكيوا على 2700 مليار جريدة الأنوار في التحقيق متاع الصحافي العجرودي لقبه الصحافي دونك الحقيقة ظاهرة الحكاية وين باش توصل معناتها توا قالوا عنا وثيق دونك كان أنا ماذا بيا يوري اي انا ريتك الاخبار نتاع قالوا بالحق والله العظيم لا عاد نجم ما نجمش يوريو للعموم دونك تو باش تعدى بالقضاء الحكايه ديجا الجريده قالت راه باش نرفع معناها اللي عندي كل القضاء للقضاء ما نجمش اي فوالا ارفع للقضاء وخلينا نشوف وخلي العباد تطمن زيدا يا زينه من قالوا قالوا فما ما فماش بالك شي يمكن بالحق والله تي اللي عندنا ونعرفوهم كفينا فوالا ونعرفوا شكون اللي مول ونعرفوا كذا وفي الاخر ما نعرفوا شيء في الاخر ما فما شيء ويتسكر الدوسي هنا كيفاش يتسكر الدوسي هل تصير معناتها الاتفاق مفاوضات فوالا والا اللي يبدا عنده دوسي خليه على اساس هاك عندي معناتها سلاح في يدي النجم فوالا نتفاوض بيه النجم كي مقبل يشد عليك دوسي اكزاكتومون هذاك هو ان شاء الله يا خويا فؤاد العجرودي اللي كتب المقال اسمه يا خويا خلينا نشوفوا بالحق هل التجاوزات هذية وهالاخبار هذية خلينا نشوفوها وين وصلت نشوفوا صحيحه والا ماهيش صحيحه تو سامبلومون هذا لازم العباد تفهم اللي راهو دور الصحافه انها تعمل معناتها يعملوا ديزانفيستيكاسيون هذيا معناتها الصحافي كان كتب حاجه راهو عمل ريشيرش كبيره معناتها ان شاء الله تو نشوف هي ديجا من الشيره الاخرى معناتها فيك صارت رياكسيون سي تحسد شويه صحيح. تحسد نوعا ما خلطت الحكايه وفما منه القضاء يثبت في الباقي نمشي للخبر الثاني هي مجموعه من الصور الحقيقه دارت برشا البارح يوريو والي زغوين قاعد يزور في عدد من مناطق في زغوين ومنها تصويرات قبل فيها مع والدة سمير الوافي الصورة هذه أثارت جدل قالوا على خطر والدة سمير الوافي مريضة بالكورونا هيك علاش مشي الوالي معناه باش يقابلها لكن بعد سمير الوافي هبط استتوي قرروا على عكس ما يتم تداوله من أكاذيب وإدعاءات وتوظيف حتى للمرض راهو الوالي ممشيش للزبيدين خصيصا باش يزور والدة المصابة بالكوفيد بل لأنها منطقة موبوءة ومن واجبه زيارتها ومتابعة الوضع فيها والحرص على إنقاذها قبل فوات الأوان حكى زيدا إنه قال راهو فما العبيد اللي حكاوا هكا هما انفس مريضه ولا تحترم المرض ولا حرمه المريض وزجت بوالدتي في تصفيه حسابات منحطه لكننا تعودنا على هذه الدناءات وتلك السفاله وحكى انه الوضع اليوم راهو مخطر برشا في المنطقه هذيك لازم يتحركوا لها حتى الوالي صرح زاد اليافام وقال انه الزياره نتاعو كانت في اطار مراقبه مدى احترام اهالي المنطقه للبروتوكول الصحي باعتبارها بؤره تم تسجيل فيها 10 اصابات بكوفيد 19 الى جانب تفقد الفريق الصحي اللي تحول على عين المكان شكرا لك علي على الأخبار هذه لقيت احنا يجري بينا 10:59 دقيقة لحدش بالضبط وقت الأخبار ونرجع نكمل معاكم في المدام وجيه حتى نص النهار إيفام ميتيو نهاركم فلو ياسمين على